بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم نورتوني. النهارده حديثنا عن فنانه راحله جميله صاحبه ادوار شهيره جدا، حماتي ملاك، حماتي قنبله ذريه، الحموات الفاتنات، الفنانه الجميله الراحله ماري مونيد. هنتعرف على لقطات من حياتها، هنتعرف ازاي اشهرت اسلامها، هنتعرف ازاي حبت جوزها في دقايق اثناء رحلتها في القطر وهي رايحه الشام، وازاي اتجوزته قبل ما تخلص الرحله. تابعوا معايا الفيديو ونشوف لحظات ولقطات من حياة الفنانة الراحلة ماري مونيد. بطاقتها الشخصية بتقول ان اسمها ماري سليم حبيب نصر الله. اتولدت 11 فبراير سنة 1905 في ولاية دمشق، وتوفت بالقاهرة سنة 1969. زوجها الاول الاستاذ فوزي مونيد، لها ولدين منه هو فؤاد وبديع. كانت مسيحية وأعلنت إسلامها عام 1937. جاءت مع عائلتها إلى مصر من دمشق وسكنوا في حي شبرا في مدينة القاهرة. موهبتها الفنية بدأتها وهي في سن صغيرة جدا، كانت تشتغل راقصة في الملاهي. وعام 1937 اشتركت في فرقة نجيب الريحاني. تولت عليها بقى الأعمال الفنية في المسرح وفي السينما، وقدمت بطولة أفلام عديدة منها حماتي ملاك والحموات الفاتنات، واشتهرت بدور الحما اللي بتحاول تفسد حياة أبنائها بالتدخل فيها. أعمالها الفنية استمرت أدوارها لمدة 35 عام. عايزك توصيك دواء عشان الضغوط، ساعات بتجيني الضغوط بتخنقني، أفضل أهوط وأنط وسناني تخبط بعضيها. وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، زعصتها ولكن بعد أن تقدمت في العمر. نتكلم بقى على قصة زواجها الأول. كانت أولى زيجاتها داخل عربيات إحدى القطار المتجهة إلى الشام لتبدأ عملها في إحدى الفرق الغنائية هناك. وأثناء رحلتها تعرفت على الممثل الكوميدي فوزي مونيد. الاتنين تبادلوا النظرات الإعجاب، ولم تمضي سوى دقائق قليلة حتى تزوجها داخل القطار. طبعا دي حاجة غريبة. تخيل عمرها كان 14 سنة في الوقت ده. والدتها لما علمت بهذا الأمر غضبت جدا وعرضتها وحاولت تخلي جوزها يطلقها، إلا أنها فشلت في إجباره على طلاقها. وفي آخر الأمر والدتها اضطرت أن هي تتقبل الموقف. سافرت ماري مونيد مع زوجها إلى لبنان، اشتغلوا مع بعض هناك وجمعوا فلوس كتيرة وأموال كتيرة، أنجبت منه ولدين، ومن هنا هي حملت اسمه فبقى اسمها ماري مونيد. ولكن للأسف السعادة لم تدم طويلا، لأنها عرفت أنه هو تزوج عليها في السر من واحدة صديقة لها بتعمل معهم في نفس الفرقة اسمها نرجس شوقي، فطلبت الطلاق واتطلقت. ودي كانت قصة زواجها الأولى. الله، مسك وعنبر يا حبيبتي، مسك وعنبر، تعالي عودي جنب. هنشوف دلوقتي قصة إسلام ماري مونيد. تزوجت ماري مونيد من زوج شقيقتها اللي توفيت علشان تربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنت. عاشت ماري مونيد مع أسرتها المسلمة فتأثرت بالطقوس الدينية. أسرتها المسلمة وأسرة زوجها الجديد كانت بتقرأ القرآن، وكان يتلى القرآن في منزل حماتها كل يوم. كانت حماتها بتشرح لها معاني السور وحفظت منها بعض آيات القرآن، فأشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 37، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها عند فضيلة الشيخ محمود العربي والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة. الوثيقة قد بتقول بأنه حضرت السيدة ماري مونيد المقيمة في 6 شارع روبي بشبرا، وبأنها كانت مسيحية كاثوليكية واعتنقت الإسلام ونطقت الشهادتين. اختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي المقيم معها بنفس المنزل. وعلى كده كان عبد السلام فهمي كان سبب في إسلام شقيقتها وإسلام ماري مونيد. وبالرغم من بدايتها الغنائية إلى أن ماري مونيد شاركت بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد سنة 1996، وهما فيلم العزيمة سنة 1939 وسي عمر 1941. حياة ماري مونيد كانت مخفية في الأول عن أعين جمهورها، لكن في برنامج هنا العاصمة للميس الحديدي صرحت أمينة مونيد حفيدة ماري مونيد
قالت ان ماري منيب تزوجت محمد فوزي منيب واخذت منه اللقب ماري منيب وانجبت منه فؤاد منيب ومحمد بديع منيب. ان اختها أليس اللي قدرت معاها من الشام كانت متزوجة من عبد السلام فهمي، ولما توفت تركت ابنتها كوثر وابنها ظافر فتزوجت ماري منيب من زوجها. من ابرز افلامها الناجحة العزيمة للمخرج كمال سليم وليلى بنت الفقراء ولعبة الست طبعا كلنا عارفينه مع نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وبابا امين اخراج يوسف شاهين والوصة حسن وحميد ومع فريد شوقي وعفريت اسماعيل ياسين وام رتيبة وحماتي الملاك والناس اللي تحت وغيرهم كتير. جدير بالذكر ان اول مشوارها في السينما كان فيلم ابن الشعب سنة 34 وانتهى عام 1969 بدورها في الفيلم المعروف لصوص ولكن ظرفاء مع الفنان احمد مظهر، ولكن وفاتها المنية في 21 يناير 1969. اللازمة اللي كانت دايما بتقولها في افلامها ومعروفة بيها ومشهورة الى الان وهي في مسرحية الا خمسة مع الفنان عادل خيري انت بتشتغلي ايه سواقة وكمان مدوباهم اتنين. اما من مسرحياتها الا خمسة من مسرحياتها سلفني حماتك يا مني خلصني تعيش وتاخد غيرها الا خمسة و30 يوم في السجن والدنيا لما تضحك وغيرهم كتير. وطبعا في ناس كتير تعرف ان هي جدة الفنان عامر منيب. وقبل ما يتوفى الفنان عامر منيب كان ذكر في حديث تلفزيوني ان هو كان نفسه يعمل عمل درامي يحكي فيه عن قصة حياة جدته ماري منيب، ولكن القدر لم يمهله. كما ذكرت أمينة حفيدتها في برنامج تلفزيوني أيضا مع لميس الحديدي إن هي كانت بعيدة كل البعد في حياتها الحقيقية عن شخصية الحمل المتسلطة، وبتقول إن والدتها كمان كانت بتحبها جدا وإنها إنسانة طيبة. ومن مظاهر طيبة ماري منيب موقف طريف أحب أحكي لكم عليه، وهو إن لما توفت كان عندها كلب، الكلب تبعها في الجنازة ومشي وراء جنازتها ومرضيش يرجع البيت تاني بعد دفن الفنانة ماري منيب، وبيقولوا ان تاني يوم شافوه ميت جنب قبر الفنانة ماري منيب، مما يدل طبعا على عطفها عليه وعلى ارتباطه بيها. ومن اشهر قفشاتها الحلوة اللي في الافلام فلفل اهري يا مهري وانا على مهلي صح اموت انت فاكر انه هيخاف منكو. طبيعة شخصيتها كانت على خلاف أدوارها خالص، كانت شخصية طفولية رقيقة تخاف من أشياء بسيطة من أبرزها ركوب أي وسيلة نقل جوا أو بحر. آخر مسرحياتها كانت مسرحية إبليس وتعبت أثناء عمل المسرحية وتم نقلها المستشفى وفضلت مريضة 4 شهور إلى أن توفي. من الجدير بالذكر أنها توفت يوم 21 يناير وهو نفس اليوم اللي اتولد فيه الفنان نجيب الريحاني ولكن 1889. من الجدير بالذكر أن الفنانة ماري منيب كانت حلم الشباب في الفترة دي. شايفين صورتها كانت جميلة إزاي؟ كمان دي صورة الأستاذ فوزي منيب زوج الفنانة ماري منيب اللي تزوجته في القطار واللي حكيت لكم القصة بتاعته، صورته هو صغير وصورته هو كبير. كمان معانا النهاردة صورة بنت ماري منيب، ماري منيب تظهر في الصورة وهي تقبلها يوم زفافها. أتمنى بقى أن الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا عرفتوا معلومات كتيرة عن الفنانة ماري منيب، فنانة الكوميديا، فنانة الزمن الجميل، فنانة المسرح، الفنانة التي لن تتكرر. انتظروني في فيديو آخر من قناتي.